بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوجد لدينا محول آخر كذلك محول الهاتف من نوع سامسونج. هو من نوع سامسونج. من نوع سامسونج 5 فولت 2 أمبير. كذلك 2 أمبير. كذلك عندما أردت أن أشغله فهو لا يعمل. ففتحت هذا المحول وكما ترون ها هي العناصر. نرى أن العناصر تقريبا كلها لا بأس بها، وبعد القياسات كذلك نقيس الدايود ونقيس المقاومات والزنر وكذلك المكثفات. أولا نرى بالعين المجردة هل يوجد بها مشكلة أو لا، وبعدها نقوم بعملية القياسات. عندما تجد القياسات يعني لا بأس بها، ووجدت أننا عندما قلبت اللوحة من الأسفل وجدت هذا الترانسفورمر منتزع من مكانه. ها كما ترون هو منتزع من مكانه، ها هو كما ترون يتحرك من مكانه. ليس عندما ترى هكذا بالعين المجردة ربما لا تعرف أنه منفصل عن مكانه، تبقى تبحث عن العناصر على الأقل إذا كان مثلا يوجد به أحد الأقطاب أو قطبين منفصلين، أما الأخرى تكون راكبة. فلذلك هو لقد عرفته عندما كان جميع أقطابه منتزعة. ها هو وهو يرى فقط بالهاتف كما ترون. هكذا سوف أقوم بعملية تثبيته بالقصدير جميع أقطابه وأجربه إن شاء الله أنه يعمل إذا كان فقط من هذا العنصر. Спасибо.